أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن تبني سياسة مرونة لسعر الصرف يؤدي اقتصاديا إلى زيادة مستوى الصادرات نظرا لزيادة مستويات تنافسيتها وخفض جاذبية الواردات نظرا لارتفاع أسعارها، وخاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة. وأشار مدبولي إلى أن الأثر الخاص بتمرير التغيرات في سعر الصرف للأسعار المحلية عادة ما يكون مؤقتا ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار وخلال رده عن الأسئلة والاستفسارات في الحوار الوطني. أضاف مدبولي أن سياسة سعر الصرف المتبعة حاليا هي سياسة مرنة لسعر الصرف وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات، ومعتبرا أنها السياسة الأنسب اقتصاديا للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي والتي لا تفرض قيودا على انتقالات رؤساء الأموال أو رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار إلى توجه البنك المركزي المصري قريبا إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم، على وعلى تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول، بما يعكس قيمته الحقيقية ليس فقط مقابل عملة واحدة وهو الدولار الذي ارتفع بنسبة 20% مقابل عدد من العملات الرئيسية، وإنما أيضا مقابل عدد من العملات الأخرى التي ارتفع الجنيه المصري أيضا في مقابلها في الآونة الأخيرة.